السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الجميع، مرحبا بكم. نشارك معكم هذا الفيديو لحظة الوصول ديالي بالباخرة. بصراحة أجواء يعني ما نقول لكم، يعني أجواء كتير حساسة. جيت نشوف الأم ديالي اللي غبت عليها مدة 6 سنوات. بصراحة الغربة صعيبة، وهذا الشيء اللي يعني وقع لي ما كنت منها لأي واحد، ولكن الحمد لله والشكر لله دازت الامور كلشي بخير وعلى خير. نتلاقاو ان شاء الله مع فيديوهات اخرى وفلوقات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.